بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ النهاردة نكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. هنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة، حاجة اسمها Dynamic Memory Allocation. يعني ايه الكلام دوت؟ بمنتهى البساطة كده، انا اي variable بستخدمه، يعني مثلا لو جيت اقول له هنا انت مثلا اكس، اكس دوت طول ما انا شغال في البرنامج من اوله لاخره لغاية ما المين ما يخلص، الاكس ده معايا، تمام. لما اجي اقول له مثلا حاجة بره جلوبال اسمها مثلا انت واي، بتساوي مثلا 6 كده، الواي ده معايا طول البرنامج. ليه؟ لان الواي والاكس دولت حاجه ستاتيك، حاجه ثابته، حاجه موجوده معايا على طول، محجوزه في مكان في الميموري ستاتيك، مكان ثابت، تمام. طيب علشان اخليها مش ثابته واقدر امسحها واقدر اضيفها واقدر اعدل جواها زي ما انا عايز، او اعدل في المكان بتاعها زي ما انا عايز، ببدا اعملها على شكل حاجه اسمها دايناميك ميموري. بحطها في مكان دايناميك، المكان دوت بيسموه كده بلغة الميموري الهيب. ايه الهيب دوت؟ الهيب دوت فيه الحاجات اللي انا اقدر امسحها واحطها في اي وقت طول ما انا شغال في البرنامج. طب الحاجات التانية اللي هي الثابتة موجودة في مكان اسمه ايه؟ مكان مسمينه الستاك. الميموري لو جينا نتكلم عليها متقسمة لاربع اجزاء، عندنا الهيب والستاك، تمام، والاتنين دول بيشيلوا الحاجات اللي هي بتاعت الكولز. يعني الستاك بالذات بيشيل الفانكشن كولز، بيشيل اللوكال فاريبلز، بيشيل الفاريبلز اللي بستخدمها طول البرنامج او الكولز اللي بستخدمها طول البرنامج. عندي حاجه تانية اسمها الستاتيك ميموري. ايه الستاتيك ميموري دي؟ الفاريبل اللي نوعها ستاتيك واللي نوعها جلوبال اللي بستخدمهم بيفضلوا ماشيين معايا البرنامج كله. في عندي نوع تالت من الفانكشن، حاجه اسمها الكود او التكست اريا. المكان ده بيبقى شايل البرنامج كله زي تكست كده، مجرد ان هو شايل الكتابه اللي جوه البرنامج، انما هو ما بينفذش حاجه. في عندي بقى حته اسمها الفري ستور. الفري ستور ديت اللي هي عباره عن ايه؟ الفري ستور دي اللي هي الهيب اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي الحاجه جواها بتبقى دايناميك. محتاج ان احفظ الحاجات دي؟ لا مش محتاج، انا مهم عندي ابقى عارف الفرق بين الفاريبل العادي والفاريبل الدايناميك. طيب ازاي اعمل فاريبل دايناميك؟ الفاريبل الدايناميك ده عباره عن حاجه بتشاور على مكان الميموري بتاع الحاجه بتاعي. طب الميموري ده انا كنت بعرفه ازاي؟ فاكرين زمان كده كنا بنيجي نقول البوينتر والريفرنس والكلام دوت. يعني انا لو عندي انت اكس ديت مثلا وقلت له انت استريك بي بيساوي الريفرنس بتاع الاكس، انا كده عملت دايناميك ميموري. انا خليت الاستريك بي دوت بيشيل المكان بتاع الاكس، تمام. لو جيت دلوقتي قلت له يا سيدي اعمل لي سي اوت للبي، طبعا انا لازم احط في الاكس قيمة عشان اقدر اشوف بيها الدنيا، اقول هنا 7 وهعمل ران. البي طلع لي ايه؟ اللوكيشن اللي فيه 7 دي. طب لو كنا قلنا له طلع لي الاستريك بي، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 7. يعني الاستريك بي دي دلوقتي او البي نفسها جواها اللوكيشن بتاع الاكس. ولما اقول له استريك بي انا بقول له شاور لي على الحاجة اللي جوه الاكس واردها لي. طيب هل ده الشكل الطبيعي بتاعها؟ لا، هم عملوا لنا 2 اوبريتور خاصين بالدايناميك، حاجه اسمها نيو وحاجه اسمها ديليت. طيب نيو ديليت دول استخدمهم ازاي؟ انا هاجي اقول له كده انت استريك بي بيساوي نيو انت، كده انا عرفت حاجه عباره عن دايناميك فاريبل. طيب هاجي دلوقتي اقول له يا سيدي اعمل لي استريك بي دوت بيساوي مثلا 500، وهقول له سي اوت للبي، وبعديها اعمل لي اند لاين وسي اوت للاستريك بي، وادي اند لاين كمان. هنعمل ران دلوقتي، طلع لي اللوكيشن جوه البي اهو، وطلع لي في الاستريك بي مين؟ ال 500. مش ده نفس اللي كنا عاملينه بالريفرنس من شويه؟ هو نفس الفكره، بس سهل لي عليا الموضوع، قلل لي الكود وخلاه لي في اوبريتور جاهز اسمه نيو. طب هل اقدر امسح الفاريبل دوت من عندي او امسح المكان ده؟ اقدر امسح المكان دوت. طب امسحه ازاي؟ كل اللي هعمله ان انا هقول له ديليت، طبعا انا كاتبه ديليت غلط، ديليت لمين؟ ديليت للبي. انا كده مسحت مين؟ البي. طب نجرب كده نعمل سي اوت ليهم تاني ونعمل ران. بص تاني مرة طلع لي الميموري
بس طلع لي الفاريبل القيمة اللي جواه ايه؟ garbage. ليه؟ انا لغيت المكان اللي بيتشاور عليه، لغيت المكان اللي في الهوا ده، المكان اللي شايل الكلام، بس انا مش عارف مكانه فين ولا مساحته قد ايه. طيب في حاجة تانية اقدر استخدم فيها dynamic allocation وتساعدني؟ اقدر استخدمه في الاري. حلو جدا. ازاي استخدمه في الاري؟ انا هستفيد منه ايه في الاري؟ هل الاري لما جينا نعرفه نفع ان انا اقول له حاجة زي دي؟ نجرب كده نشوف. نقول int size ونيجي نقول له سي ان للسايز بتاعي، واجي اقول له بعد كده int array of size. الكلام ده ما كانش ينفع عندنا زمان، حتى هو دلوقتي طلع لي ايرور على سايز اهو. طب ليه ما كانش ينفع؟ لانه كان بيطلب مننا ان سايز دوت لازم يبقى كونستنت. طب انا احل المشكلة دي ازاي او اصلحها ازاي؟ ان انا اخلي الاري دوت دايناميك، انا مش عارف مساحته قد ايه اصلا. طب انا هستفيد ايه لما اخليه دايناميك؟ انا شغال يا سيدي على سيستم مدرسة، المدرسة بتدخل لي العدد الاقصى في كل فصل، فصل مثلا فيه 50، فصل فيه 60، فصل فيه 40 وهكذا. هل انا اقدر اثبت لهم الميموري؟ كنا زمان بنحلها بان انا اروح قايل ايه، انت اري اوف 100، وانبه على العميل ان انت اقصى عدد عندك 100، ما ينفعش تستخدم اكتر منه، واخلي اللوب على قد الانبوت اللي اليوزر بيدخله. طبعا ده كان بيهدر لي مساحة في الميموري. طب احلها هنا ازاي؟ ان انا اخلي الاري بتاعي دايناميك. طب اخليه دايناميك ازاي؟ انا هاجي هنا هقول له انت استريك اري، كاني بحرف بوينتر، بيساوي نيو انت، وافتح قوسين كده، بين القوسين احط السايز بتاعي، انا عايزه سايز. دلوقتي انا خليته يعمل لي ايه؟ يعرف لي اري جديد او يديني بوينتر لاري جديد. الاري ده السايز بتاعه كام؟ سايز اللي انا هدخلها من هنا. طب نجرب كده ونشوف هيضرب مننا ولا حاجه. شغال اهو زي الفل، دخلت له السايز 5 اشتغل. طب علشان خاطر اتاكد ان هو شغال هقول له مثلا انا عايز اكسس الداتا بتاعتي او ادخل داتا، هعمل له فور لوب واقول له انت اي، اي بتساوي زيرو، واي اقل من السايز، قول اي بلس بلس، اعمل لي سي سي ان للاي ار ار اوف اي. تمام. دلوقتي لما اجي اشغل هدخل له مثلا السايز بتاعي 3، وهدخل له 3 قيم دخلوا معايا عادي جدا. اقدر استخدمهم بعد كده بسي اوت. انا ممكن اجي هنا واقول له سي اوت اي ار ار اوف سايز ماينس 1 علشان خاطر ما يعمليش مشكله. سي اوت طبعا انا ناقص هنا عندي التي، هعمل ران دلوقتي. ادي 2 3 و6، طلع لي في الاوتبوت بتاعي بكام؟ 6، اللي هو اخر عنصر في الاري بتاعي. طب انا لو عايز امسح الميموري اللوكيشن دوت او الميموري اللوكيشن اللي احنا عاملينه ده بالنسبه للاري، امسحه ازاي؟ هقول له ديليت، وهفتح القوسين بتوع الاري كده، واكتب له اسم الاري، واعمل سيمي كولون. كده انا مسحت الايه، المكان دوت. تمام. لو انا جيت دلوقتي قلت له سي اوت للاري اوف سايز ماينس 1، نجرب كده نشغل، هقول له دخل لي 6 عناصر، 3 2 5 3 2 5، طلع لي اول مرة 5، تاني مرة طلع لي كام؟ طلع لي جاربج. تمام. يبقى كده احنا عرفنا فايدة الميموري الوكيشن ايه، او الفايدة بتاعت الديناميك ميموري. عرفنا ان احنا عندنا 4 انواع من الميموري. اول نوع عندنا اللي هو الهيب اللي احنا استخدمناه دلوقتي، وده يعتبر الفري ستور بتاعنا، المكان اللي انا اقدر العب جواه زي ما انا عايز، احط حاجه اشيل حاجه براحتي. في عندي الستاك، الستاك هتشيل ايه؟ الستاك مثلا في البرنامج بتاعنا ده هتشيل ان هي عندها في المين عندها حاجه اسمها سايز، وعندها حاجه اسمها اري. عندنا كمان ممكن لو في كول فانكشن كنا عاملينها كانت هتشيل جوه الستاك. الحاجه اللي بتتحط في الستاك بتتنفذ في وقتها وبعد كده بتتمسح من الستاك، عشان كده ما بحتفظش بالقيم بتاعتها. عندنا نوع تالت من الميموري حاجه اسمها الستاتيك او الجلوب، ستاتيك جلوبال،
اللي هيشيل ال variables اللي عندي او ال functions اللي نوعها static. فاكرين ال static كنا قلناها في ال functions، وهيشيل لي الحاجات ال global. يعني ايه static ويعني ايه global؟ global قلنا الحاجة اللي متعرفة اللي هتمشي في البرنامج كله. static الحاجة اللي انا بحتفظ بقيمتها عشان ازود عليها after calling. في عندي النوع الرابع من الميموري اللي هو كود. ايه كود دوت؟ ده بيشيل لي التكست كود بتاعي كله كتكست كده جواها عشان يحتفظ بيه لغاية ما اخلص شغل على البرنامج. عرفنا ان احنا عندنا اتنين اوبريتور خاصين بالدايناميك ميموري الوكيشن اللي هما النيو والديليت، وعرفنا نستخدمهم ازاي سواء للاري سواء للفاريبل العادي. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.